السلام عليكم ورحمة الله، متابعين قناة فنون زراعية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. أتمنى يا رب تكونوا بخير. إحنا النهارده بنصور من أحد المشاتل على طريق أبو حماد. زي ما أنتم شايفين كده، دي كلها شتلات كرنب أو ملفوف كسر. يعني إيه كسر؟ يعني ناس فلاحين سابوا الكرنب بتاعهم لحد لما تقى أو طلع بذرة وكسر البذرة دي، خدها خزنها وبدأ يزرعها في الصواني في الموسم اللي بعد كده. بسم الله ما شاء الله، مفيش ولا بذرية مفوتة. الناس هنا بتشتغل شغل عالي جدا لدرجة ان مفيش ولا حباية بتفوت منهم، فدي حاجة يحسد عليها المشتل هنا. ما شاء الله مفيش حباية بتفوت رغم ان هو مشتغلهم على ايديه. السلام عليكم عم احمد، اخبارك؟ برضو من ضمن الحاجات اللي بيعملوها بيحطوا الاطباق على بعضها اهو. لو احنا نخاف نحطها الحطة دي، الشتلات على بعضها اهي، مفيش حاجة بتتكسر ولا حاجة اهو. بص على بص على خالص، احنا كنا بنخاف نحط كده، ونحط عصاية ونعمل شغل كده على ما بيضة. بسم الله ما شاء الله، حاجة ما شاء الله. ده وقت التسليم، بيسلم الشتلات للمزارع. فين الستة موجودة؟ أربعة. هنروح في الحتة التانية في وضع بذرة الملفوف أو الكرنب في المرحلة الأولى من وضع الشتلات. هنا مرحلة التسليم، دي الصوبة كلها جاهزة على التسليم زي ما احنا شايفين كده. هنروح الصوبة التانية وهي وضع البذرة، وهنحط تروح الصوبة التالتة. هنبدأ من الأول، من بداية وضع البذرة لحد التسليم زي ما احنا شايفين. ده الراجل الطيب صاحب المشتل بتاعنا، المهندس أحمد أبو طالب، طريق أبو حماد. احنا هنا اهو في الغرفة بتاعة التجهيز، دي السماد بتاعنا اللي بيتحط في الطباق، عبارة عن بتنص مخلوط على برلايت مخلوط على رمل، بيتحط في الطباق زي ما احنا شايفين كده. معاهم المنشاد ده اهو، زي بتاع المطبخ بتاع الحريم اللي بيعملوا بيه الفطير، بس ده مجدد. التجاديد دي بتخش في الفتحات دي. هنا التجهيز، دي مرحلة التجهيز اهي، يبدأ يجهز الصواني، بعدين يحط البذرة ويحطها في المكان المخصص بتاعها، بعدين يخش في مرحلة الكمر. مرحلة الكمر بتكون بيكمروا زي اللي هناك ده كده، ده كمر زي ما احنا كنا هناك في الفيديو الأول بتاعنا التكمير. هو كامر هنا اهو اللي متغطى بالبلاستيك، بعد 3 ايام 4 ايام 5 ايام بكتير بيبدا يكشف، ودي مرحله الانبات اهي. دي اطباق نبته لسه بدات نبت، او ده بعد الانبات تقريبا بيومين بتبدا تاخد وضعها الطبيعي، سواء اللي في الاول ده او في الاخر هناك. بعد كده بتخش للصوبه الثانيه دي اهي، ده لسه بقى على التسليم ممكن اسبوع. وبعد كده بتروح الصوبة الأخيرة اللي جنب دي على طول، اللي هي صوبة التسليم. ده الشتلات، مرحلة الشتلة من البذرة لحد التسليم في مشتل أحمد أبو طالب طريق أبو حماد. يا رب تكونوا استفدنا من الفيديو ده. هنا الطريقة هنا بدائية والشغل هنا بدائي خالص، لكن حاجة الحمد لله يعني يحسب عليها صاحب المشتل. بس يكفي إن دي بذرة كسر. وبعض الفلاحين اللي انا قابلتهم في الطريق هنا وانا ببدا اصور الفيديو، بسالهم عن الشتله اللي بياخدوها من هنا بيكون نموها عامل ازاي، بيقول لك بسم الله ما شاء الله النمو بتاعها بيكون ممتاز جدا جدا جدا، والكرومبا او الحبايه الملفوف بتكون كبيره واخده حجمها الطبيعي، ما بيحصلش فيها عمليه تزهير وما بيحصلش فيها تقزم، يعني بيقول لك كويس وما بتتفتحش. تمام، يا رب نكون استفدنا من الكلمتين دول في بذرة أو شتلة الملفوف أو شتلة الكرنب. نشوفكم في فيديو جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.